من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن خروج مؤتمر المناخ كوب 27 بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة. وقال غوتيريش إن قرار إنشاء الصندوق بمثابة إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المنهارة، مؤكدا أن منظومة الأمم المتحدة ستدعم الجهد في كل خطوة على الطريق. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى الوفاء بالوعد الذي طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل تحديات المناخ بالدول النامية. It's fitting. Climate chaos is a crisis.